بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مبارك البكاي، عضو في جمعية أباء أولياء التلاميذ. هذا النهار قمنا بواحد الزيارة لمدينة زايو، وبهذه المناسبة درنا واحد الزيارة عند الأخ السيق الدوري اللي استقبلنا وعطانا واحد اللمحة تاريخية على مدينة زايو، وكنشكره بهذه المناسبة. وكذلك ما ننساوش الأخ ديالنا النائب ديالنا والرئيس ديالنا السي ميمون برحو على الاستقبال ديالو، وكذلك هو الأخ فادنا يعني بمسائل التاريخية لمدينة زايو وشرحوا لهاد الوليدات تاعنا يعني التاريخ ويعني التاريخ لمدينة زايو وجميع يعني المعلومات. كنشكرهم بزاف، وكنشكروا الطاقم الجريدة زيو سيتي على هذا الحدث، وشكرا. هذا في هذا اليوم هذا كنستقبلوا هذه المدرسة، مدرسة الخنساء اللي جاية من مدينة وجدة بالأطور ديالها وبالتلاميذ ديالها. وسي مبارك البكاي كاتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، فكان لنا الشرف في استقبالهم في مدينة زايو، لأنها كانت من بين المحطات يعني اللي المحطة من المحطات اللي غادي يزوروها في هذه الجولة اللي غادي يقوموا بها في هذه المنطقة هذه. فكانت مدينة زايو بين هاد النقاط، وعطينا لهم لمحة على مدينة زايو، على المميزات ديالها اللي كتوفر عليها وكتمتاز بها وكتميز بها. وكان بالرفقة ديال السي محمد قدوري مجموعة ديال الإخوان، واستقبلناهم في هذا المكان هذا. نتمنى إن شاء الله يستفدوا منها وتعاود زيارة مرة أخرى، وشكرا.